أربع أولاد من أربع جوازات، كل مرة بينفصل فيها بيفتكر عياله ويقرب منهم. شكل علاقة أحمد سعد وعلاقته بأولاده كويسة جدا، وأقرب واحد لي فيهم ورث مش متوقع سابع على حياة عينه. من بعد انفصال أحمد سعد من آخر جوازة ليه علياء بسيوني، ونزل صورة مع ابنه أحمد بمناسبة عيد ميلاده، وكتب على صورتهم سوا: ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جدا لأنك إنسان جميل، ومش لأنك الولد الوحيد في حياتي، اسمك زي اسمي، أخدت مني الحلو وتركت الوحش، أنا بجد فخور بيك. والمتابعين لاحظوا أن أحمد سعد من بعد كل انفصال في حياته بيقرب أكتر من ولاده، وكأنه بيقول لهم إن ملوش غيرهم في الدنيا ومش مستعد يخسرهم حتى لو خسر مين. بس هو أحمد سعد عنده ابن مين وبنت مين ومن مين؟ أحمد سعد عنده دلوقتي 3 بنات وولد، منهم ولد وبنت من مراته الأولى، وأول فرحته لبنى بيومي واللي اتجوزها في 2006 واتطلقوا 2010، ورغم إنهم رجعوا كذا مرة بعدها بس الموضوع انتهى بثلاث طلقات، واللي فضل ما بينهم الأولاد جودي وأحمد. ومن بعدها أي جوازات مرت في حياة أحمد سعد ما خلفش منهم، لكن جه عند علياء بسيوني وخلف منها بنتين وهم مريم وعلياء. لكن للأسف برضو الجوازة انتهت بمشاكل كبيرة جدا ما بينهم، لكن الحقيقة في وسط كل ده أحمد ما بيبطلش ينزل صور لولاده ويعبر عن فرحته بيهم وإنهم بيكبروا قصاد عينيه كل يوم، ومن الواضح إن كمان بيحاول يخلي علاقة الإخوات ببعض كويسة حتى لو من أمهات مختلفين، وده زي ما عمل في عيد ميلاد بنته علياء، أول بنت خلفها من علياء بسيوني واللي سماها على اسمها. وفي عيد الميلاد أول الحضور كانت جودي بنته الكبيرة، واللي كان واضح عليها إنها مبسوطة في الحفلة لدرجة إنها قررت تغني ومسكت المايك وبدأت تهزر وتغني بالإنجليش، والموجودين تفاعلوا معاها، ومن فرحة أحمد سعد باللي عملته نزل الفيديو وكتب عليه: جودي وهي بتغني في عيد ميلاد أختها اللي أبدعت في الكورال معاها. ووقت ما الفيديو نزل بقت التعليقات كلها مصدومة إن البنت كبرت وبقت شابة حلوة، وجنب حلاوتها في صوتها كمان جذبت الجمهور جدا، وقالوا إن الصوت يكون مظبوط في السن ده من غير تدريب أو أي آلة عزف فده مؤشر كويس، وبقت الناس تقول دي كده ورثته بالحياة في صوته، ونادرا لما يتكلم عن اولاده في اللقاء، وده بسبب علاقاته الكتير النسائيه وهي اللي واخده الانظار اكتر، وفي ناس من الاساس ما كانتش مصدقه ولا مستوعبه ولا فاكره ان احمد سعد يبقى عنده ولاد في السن ده. وفي مره نزل صوره ليهم وكتب عليها: اولادي احبابي اصحابي، انا فخور بيكوا جدا وبحبكوا جدا يا مصدر الهامي، الكون كله شايف انكم ولادي وانا شايف الكون فيكوا. وفي وسط فرحه احمد سعد بولاده كان في دايما تساؤل عن تفاصيل حياتهم، بس كل واحد فيهم مختلف عن التاني. مثلا جودي قافله حسابها ومش منزله عليه غير صوره واحده مع اللاعب كريستيانو رونالدو، واحمد مش هتلاقي على حسابه من الاساس، وبسبب ان والده ولا مره عمل له منشن على الصور بتاعته، ومن الواضح انه بيحب الخصوصيه زي اخته ووالدتهم واللي ملهاش اصلا في اثاره الجدل، وكانت اهدى جوازه وانفصال في حياه احمد سعد، وما طلعتش صرحت باي حاجه ولا قالت كلمه واحده عن طلاقهم وسبب بعدهم، عكس جوازاته اللي بعد كده سوميا الخشاب اللي طلعت وقالت انها اتفاجئت بشخصيته بعد الجواز وان قراراته ما كانتش بإيده وأهله بيتدخلوا في كل حاجة، أو ريم البارودي اللي طلعت قالت كل تفاصيل علاقتهم من أول ارتباطهم ولحد جوازه من سمية الخشاب وبعدها والمشاكل اللي حصل وكانت بتعاني منها الفترة دي. حتى علياء بسيوني صرحت أول ما اتطلقوا إنها خدت مقلب فيه وإنه سابها وبنتهم تعبانة على إيديها وما سألش عنهم ولا فكر يكون موجود وده كان سبب طلاقهم، لكن أحمد سعد مع أولاده بيحاول يحافظ على خصوصيتهم بدليل إنه ما كانش بيجيب سيرتهم ولا بيتكلم عن تفاصيل حياتهم، وحاول على قد ما يقدر يبعد عن الصحافة وعيون الأعلام. انتوا بقى ايه رأيكم في تصرفات أحمد سعد؟ اكتبوا لنا في التعليقات.